اللي هو حضرتك سميته كارت الطوارئ وده تعبير دقيق. تمام. هو من صلاحيات مديري المديريات ولا اصحاب المخابز؟ هوضح لحضرتك. احنا فوجئنا في اثناء التحقيقات بان هناك اصحاب مخابز معاهم كروت مباشره هي اللي بتستخدمهم بشكل مباشر مش مدير التموين. والكروت دي قد يتعدى نسبه 5000 و6000 رغيف في اليوم. وبدون مستندات. مظبوط. يعني ما فيش حاجه تستند اليها الا ان الكارت بيتضرب على المكنه وبيتصرف قصاده خبز. دي من ضمن مستندات. وعايز اقول ان وكلاء وزاره في وزاره التموين ومديري مديريات جم شرحوا التفاصيل بتاعه الكارت الذهبي. تمام. وقالوا ان احنا مش من عندنا هذا الكلام، احنا ده بيمنح مباشره من الوزاره وهم مجموعه متعارف عليها من المخابز اللي ليهم علاقات مباشره مع الوزير والمجموعه المحيطه بيه. تمام. ده في وقتها الكلام ده، وده كلام مسجل ومش يعني ما فيهوش اجتهادات. تمام. دي شهادات واضحه وموجوده امام النيابه الان. تمام. فالموضوع طبعا انه كان بيبقى فيه بالتاكيد طبعا في عمليات تدليس وصرف غير عادي، لان احنا سالنا مدير مديريات استدعيناه وقال لا انا ما اعرفش عنه حاجه الكارت ده، انا في الاخر كل يوم بيخصم عليا 5000 او 6000 رغيف يوميا بصفه مستديمه اللي هي الحد الاقصى للكارت ده. ويمكن السيد وزير التموين الحالي قال الكلام ده امبارح على الهواء بوضوح، بس طبعا ما رضيش بقى يخش في التفاصيل علشان ما يبقاش بيضرب وزير قبله او صح. او ناس قبله. ده الشكل العام بتاع الكارت الذهبي. احد توصيات لجنه تقصي حقائق القمح اللي هي ملزمه برضو للحكومه بتقنين استخدام الكارت الذهبي علشان يبقى الموضوع واضح، لان هناك منافس فساد واضحه. طبيعي. فاللي انا شفته امبارح، انا طبعا يعني انا مش متابع اللي جوه الوزاره ايه، لكن اللي شفته من المظاهر اللي حدثت بان صدر قرار من وزير التموين بتخفيض قيمه الكارت الذهبي. مظبوط. ل 500 رغيف، كان البعض بياخد 1000 على حسب ما انا شايف، كان واضح ان اللي هو محمد مصلحي اللي هو الوزير السابق كان قنن الموضوع بانه يبقى 1000 رغيف تقريبا في يمكن في المراكز والبنادر وخلافه، وسمعت ان في المدن الرئيسيه كان بيوصل ل 1500. لا ده في 3000 يعني. انا ده انا بقول لحضرتك النهارده كان مدير التموين في الاسكندريه قال كان لحد اول امبارح 3000، والفجوه اللي عملها من نزول من 3000 ل 500 هو سبب الازمه. قد يكون طبقا طبعا لاستحام، ممكن اسكندريه طبعا مدينه كبيره. طبيعي. ممكن وهكذا. وهل بقى بيبقى بياخده مدير التموين ولا صاحب المخبز؟ احنا في اثناء تقصي الحقائق صاحب المخبز اللي كان معاه الكارت ومدير التموين. لا وده حاصل لحد دلوقتي. وانا بقول لحضرتك هو مدير التموين اقروا بانهم ما يعرفوش حاجه غير انه بيتخصم كل يوم 5000 رغيف من الفرد ده. صح. وبعض المحظيين يعني منهم واحد في احد مدن القناه من المحظيين دول كان متهم في جريمه ب 12 مليون جنيه اختلاسات كروت وهميه ضرب وهمي مش من الكارت الذهبي بس، ودخل النيابه واتحبس على ذمه التحقيق، وطلع جواب من وزير التموين في وقتها ده الكلام ده مثبت في بصوت وصوره والصور الورقه موجوده وكل حاجه وراحت النيابه يعني. انه بيطلب منهم ان ده واخرين يفرج عنهم في اطار التصالح وحسن التعامل مع المخابز، وفرج عنه فعلا. هو يعني متلبس بالجريمه واللي قبض عليه مباحث التموين وسلمته، وظابط مباحث التموين اللي سلمه كان معانا في اللجنه وقال لك طب الوزير قال يعلم، طب النيابه قالت افرجت عنه بقى في اطار الجواب اللي طلع من السيد الوزير التموين بيقول هذا الكلام. وده مش هم دول بس، ده في ناس كان صدر يعني كانوا خلاص في المحكمه وفي ناس صدرت ضدهم احكام وحصل نوع من التصالح بشكل او باخر وخرجوا كلهم. اذا احنا بنتحدث عن منظومه فساد واضحه عشان نتفق مع بس بعض. طب هنا سؤال سبحان الله، انا مش عارف برضو احنا بلد العجايب شويه يا مدحت بيه. اتفضل حضرتك. مش غريب ان وقت كل مظاهر الفساد اللي حضرتك شرحتها دلوقتي، واعتقد ده يعني جزء من كثير حضرتك تعرفه باعتبارك كنت عضو في اللجنه بتاعه تقصي الحقائق، مش عجيب ويدعو للجنان انه في ظل هذا الفساد الفظيع والتدليس وضرب الكروت والمحظيين والفاسدين واصحاب الفاسدين والبطانه، ان كان يبقى فيه هدوء في الشارع وفي انتظام في حركه تسلم الخبز، وما كانش فيه مظاهرات ولا كانش فيه ازمات، وكانت الطوابير سلسه والمصريين ما بيشتكوش، يعني ده مش يدعو مش للعجب للجنان ان انت تفقد عقلك؟ لا ابدا، حاجه لطيفه جدا. ما كله بيسترزق وكله شغال. طب المواطن الغلبان بيوصل له الرغيف بس بيتسير قدامه 10. اوكي. يعني حضرتك المواطن الغلبان المواطن اللي هو محتاج والاكثر احتياجا اللي بيقف في الطابور عشان ياخد الرغيف، لا ده ما بقاش فيه طوابير، ما هو بيديله رغيف بس قدامه كام رغيف تاني، كام ضربة كارت تانية بتتسرق. ده الكروت بتاعت التموين لحتى الان اعتقد هذا الامر قائم، انا لسه بتكلم عن اوضاع قائمة يمكن لغاية دلوقتي الناس كتير قوي بتتواصل معانا على طول علشان عارفين ان احنا كنا في لجنة تقصي حقائق القمح نشتغل ازاي. حتى الان المواطن بيقدم على طلب انه ياخد البطاقة ما بيعرفش عنها حاجة ويفضل قاعد بالشهر والاثنين والثلاثة والستة والسبعة ويتضح ان البطاقة طلعت وصاحب المخبز عمال يصرف وهو لا يعلم شيء،
انا بتكلم موضوح اهو، ويعني الموضوع انا بتكلم، لا هناك مشاكل كبيره ما تحتاج الى مواجهه واضحه. ويمكن الكلام ده كله احنا ساردينه في تقصي حقائق قمح بتفاصيل وتوصيات دقيقه في كل مرحله من المراحل.